السواد اللي في منطقة بين الأفخاذ أو في منطقة الرقبة أو في منطقة الأندر أرم؟ شنو المشكلة وشنو الحلول؟ أول شيء دائماً السواد هذا مرتبط بالسمنة وزيادة الوزن، فعلى سبيل المثال السواد اللي بين الأفخاذ بسبب السمنة يلتصقون الأفخاذ ببعض وبالتالي يحتكون ويطلع السواد. أما في منطقة الرقبة والأندر أرم فالسبب ارتفاع الإنسولين أيضاً بسبب السمنة وزيادة الوزن. طيب عرفنا السبب، شنو الحل؟ طبيعي ان اول شيء تفكر فيه تنزل وزنك، وثاني شيء ضروري تركز عليه تقليل كميات السكر باكلك بصوره عامه. اذا قللت السكر ونزلت وزنك هذا السواد راح يختفي تدريجيا، ماكو حل سحري ثاني ابدا. صحيح اثناء رحلتك في نزول الوزن ممكن تستخدم كريم بين الافخاذ لتخفيف الاحتكاك بين الافخاذ المتلاصقه، بس فكر فيها، هو ليش التصقت الافخاذ؟ بسبب زياده الوزن وزياده الدهون في هذه المنطقه. فاذا سويت العكس ونزلت وزنك فان هذه الافخاذ راح تتباعد وما يصير عندك تلاصق، وبالتالي يقل عندك السواد في هذه المنطقه تدريجيا. اما الرقبه والاندر ارم فراح تقل عندك نسبه مقاومه الانسولين لانك قللت سكر ونزلت وزنك، فبالتالي راح يقل عندك السواد تدريجيا. وبس والله.